في الوقت ده برضو على الأرض حصل عمليات تهويد للقدس لسه مستمرة. النهارده بلديه القدس قررت هدم 8 بيوت لفلسطينيين في حي واحد، هو حي البستان في منطقه سلوان شمال القدس الشرقيه المحتله. الهدم حصل في اجواء من يعني ارهاب الناس بالاجراءات العسكريه، عملوا حصار للحي، منعوا الصحفيين انهم يوصلوا للمناطق بتاعه البيوت المهدومه، منعوا حتى اصحاب البيوت من دخولها بعد هدمها. بجاحه، حتى يعني اي حد يعني لو ما فيش ممنوع خلاص. حي البستان لوحده صدر له 116 قرار هدم عشان يتم مسح وجود الفلسطينيين فيه. 8 بيوت اتهدمت، بيكملوا مسيرة الهدم اللي طالت عشرات البيوت والمحلات، حتى محطات البنزين، حتى قاعات المناسبات. البلدية بلدية الاحتلال بتهدمها، او بلدوزرات جيش الارهاب، او احيانا بيتم اجبار الفلسطينيين انهم هم يهدموا بيوتهم بايديهم عشان ما عشان هم الـ 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 الاسرائيليين ما يتحملوش تكاليف الهدم. تخيلوا، يعني ده كفر. عمليه هدم البيوت بحجه انه البيوت دي اتبنت من غير ترخيص، وصلت لمئات البيوت في القدس وفي الضفة الغربية. في تقديرات بتقول انه تمت 243 عملية هدم في الضفة الغربية و64 بيت في القدس في النص الاولاني من هذا العام، وانه عمليات الهدم الشهر اللي فات واصلة برضو لمئات المباني. حتى الشجر قطعوه، مش قطعوه، ده الغل خلاهم يقطعوه من جذوره، كأنهم عايزين يقطعوا الفلسطينيين ويشيلوه من جذورهم في موقف رمزي يعني لكده. عمليات الهدم في القدس وصلت لمعدل قياسي في 2024 بالمخالفة لكل القوانين الدولية اللي بيدوسها الصهاينة في طريقهم لتنفيذ خطة تهويد القدس، واللي محدش بيقاومها إلا المرابطين الفلسطينيين في مواجهة جيش مجرم وقوات أمن بيسوقها متطرف إرهابي زي إتمار بن جفير اللي عنده طار بايت مع المقدسيين من مكان شاب صغير، عنده كراهية، يعني هو كراهية العرب مسكونة جواه لأنه اتولد، يعني هو اتولد من أم يهودية وأب يهودي ولكن من أصول كردية، فعنده يعني عنده عقد كتير الراجل. وهو طبعا نفسه يوسع المستوطنات حوالين القدس، واللي بيحاول يخنقها ويرهب سكانها عشان يخرجوا منها، وده طبعا مع استمرار اقتحامات المسجد الأقصى واللي كان آخرها النهاردة أكتر من 200 مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى النهاردة. طبعا الحرب على المقدسيين بتعتبر حرب فرعية في الحرب العالمية على غزة اللي دايرة بكل جبروت وجنون، وصل لإطلاق النار على أي شيء حي في غزة، ضرب المستشفيات في شمال غزة، تحويل حياة السكان لواقع مستحيل الحياة فيه. ورغم كده لسه المقاومة في جباليا مستمرة بمعارك وبمواجهات من المسافة صفر، اتقتل فيها 5 جنود وفجروا دبابة ميركافا وضربوا تحصينات جنود الاحتلال اللي بينفذ حرب إبادة في شمال غزة تحت سمع وبصر العالم كله.